شكو شلونكم شخباركم شكو ماكو كلش اشتاقيت لكم اشتاقيتوا لي اشتاقيت لكم ويلكم باك تو ماي شانل وبفلوج جديد ومثل ما قريتوا بالكابشن هذا الفلوج حيكون عن نقلتنا من هذا البيت لانه حننقل من هذا البيت حنتحول على بيت جديد فحتبدي سلسله تنظيف البيت باك وذ مي جهزوا شنطة السفر جهزوا البيت الجديد وكذا 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 فكلش متحمسة نبدي بهاي السلسلة طبعا باقي exactly شهر ونطلع من هذا البيت واني بعدني كل شيء ما مسوية يعني كل شيء مضامة يعني لازم البيت كله ينشال وينضب فبهذا الفيديو حنبدي بالاشياء الاصغر بالاشياء البسيطة لانه بما انه بعد باقي لنا شهر اكيد ما حضم المطبخ لو القعدة فحنضم الاشياء اللي نقدر نضمها وش رايكم يلا يلا طبعا هذا البيت عنده هواية ميموريز بالنسبة لي وبهذا البيت احنا كبرنا وكونا اليوتيوب اكبر والتيك توك اكبر فكلش حنشتاق له فتيك ا لوك ات ذا هاوس وش رايكم هواية صورنا تيكي توكس وهاي المهم هذا مو هسه حنبدي بيه احنا حنروح للغرفة اللي احط بيها كل الاغراض اللي مو دائما استخدمها اوكي جايز حنبدي بهاي الغرفه اني بديت من دونكم لانه كانت مازمتني اوكي فهنا كان اكو هذا الدريسر ما ادري اذا تتذكرون وخرناه هاي كلها بوكسات بها منتجات هذه حتكون اشياء حاخذها هاي اشياء حنطيها الماما صديقاتي يعني اشياء ما احتاجها وهذول كلهم بوكسات products eventually يعني اريد استخدمهم فما ادري وين المهم هسه هذول كلياتهم اكو هذا storage boxes وذولا بوكسات عادية جبنا بوكسات من home goods على مود اعبي بيهم بعد اشياء هنا الهدوم اللي I style وانسقها وبعدني يعني اريد استخدمها نفس الشي ويا الاحذية الجنط ضبيتها هنا اوكي بس الشيء الوحيد الصامد حاليا هو هذا الديسك لانه اصور عليه get ready with me واشياء وحركات المهم هاي هي الغرفة حاليا انا عندي مشكلة وحدة حاليا اوكي المشكلة هو ورا هاي المراية عندي شاكيتات ها وممكن نروح العمان ف we have to pack جنطة العمان we have to pack اشياء نحطها بستورج والبيت كله نار فهسه شوفوا المشكلة العويصة اللي عندنا اياها مستعدين هاي كلها شاكيتات شتوية اوكي وهنا بوات او احذية شتوية وحركات هذولا يلبسون بالاردن فاريد اخذ منهم للاردن بس باعوا كل وحدة شتقلاتها يعني مستحيل اقدر اخذهم كلهم وما شاء الله كلهم سود نار اوكي باعوا اول شي دا افكر اسويه انه افرغ هاي الخزانة اللي بيها شاكيتات اللي بيها كل هذول الشاكيتات واشوف شنو اريد اخذ منهم للاردن على مود اريد يعني اسوي جنطه للاردن قبل ما نضم كل شيء فهمتوا حتقولوا لي إليان شلون حتحطين كل هاي الشاكيتات بالجنطه عندي حل دورت ولقيت حل فبهاي الحاله احنا شنو نريد احنا نريد بوكسات ونريد ستورج بوكسز ونريد اشياء ننظم بيها انه organization stuff عرفتوا اوكي عمركم سمعتوا بتطبيق نون اسمعوا احلى شيء بالعالم شو ما تريدون تلقون عليه fashion beauty appliances اشياء مال هوم اشياء مال organization اشياء مال packing كل شيء وكلاشي فلمتابعيني بالسعودية وبالامارات وبمصر عندي لكم good news صار عندي ويا نون discount code هذا discount code يجيب لكم cash back يعني لما تشترون يرجع لكم cash اوكي الكود هو Ali ححط لكم اياه على الشاشة وهسه حفتح تطبيق نون وحطلع لكم اياه هنا وحراويكم شقدر ألقي اشياء تساعدني بالباكينج اوكي شوفوا يا سعودياتي واماراتياتي ومصرياتي اول ما تدخلون عليه باعوش ما تريدون تلقون عليه وكل شيء اكو ديسكاونتات واني حدور على vacuum storage bags هاي تجي هيجي مثل الباج بس تنسحب منها كل الهواء فيصير الشاكيت هالثخناته بدل ما يكون الشاكيت هالقد وياخذ كل المساحه اللي بالجنطه هسه اراويكم شلون المهم تدخلون على vacuum storage bags باعوا عليه اكسبرس تدوسون عليه شوفوا
اوكي هذا الحنطلبه ف I'm gonna add to cart. وبعد شنو نحتاج اشياءات حق ترتيب؟ ها تعرفون ايش نحتاج؟ packing cubes. تعرفون هاي الكيوبز اللي تجي على مود ننظم شنطه السفر وكذا. تعالوا نكتب packing cubes for travel. باعوا نار. اوكي حناخذ هاي اول وحده لانه اكسبرس على مود نقدر شويه ننظم الجنطه بما انه انا ممكن اخذ 5 جنط. ف وير جونا اد تو كارت. وطبعا ايش ما تريدون اكو ايش ما تريدون تقدرون تلقون باعوا. بس اني هسه محتاجه اشياء اورجنايزيشن وكذا وحركات. فهذا هو تطبيق نون. ولا تنسون تستخدمون الكود الي حق. تقولوا لي ليان شنو يعني كاش باك؟ يعني اذا لما تشترون يرجع لكم 10% كاش. اوكي اذا انتم نيو يوزرز يعني اول مره تستخدموه، واذا انتم اكزيستنج يرجع لكم 5% كاش على الاشياء اللي صرفتوها. فهمتوا؟ اوكي المهم يا جماعه الخير هياتهم الباكيوم بادز هاي اللي حتصغر لي كل شو اسمه، حتخليهم حق دوتهم هذول التشاكيتات اللي شفتوهم هياتهم. اوكي تعرفون ايش حنسوي؟ حنقعد نختار انا وياكم جاكيتات ناخذها لانه 90% كلهم بيشبهوا بعض. اوكي فناخذ اشياء ترهم بالاردن تنلبس اقدر اخذ بها صور وكذا. اوكي حتقولوا لي إليان انت حايره بسفرتك للاردن لو حايره بالنقله مال البيت كل شيء وكلاشي باعوا. مين ابدي؟ هذا التشاكيت كلش احبه كلش احبه بس يا الله كلهم ثقال. بس هذا ينلبس باعوه ويا بنطلون جينز ايش قد احبه. باعوه. اوكي حنحاول انا وياكم نحطهم بالفاكيوم باجز ما ادري شلون بس حنحاول. مال ابركومبي باعوه ايش قد حلو. وذولا بس يلبسون بالاردن لانه هناك بارده هنا مو بارده فيعني منطقي اخذهم هناك حتى اذا تركتهم هناك عادي. مو مثلا حراويكم شلون كلهم بيشبهوا بعض. مثلا هذا نفس ذاك مو تقريبا شويه اقصر. زين عندنا هذا كلش احبه هذا كلش كلش حلو هيجي ستايلش بس هم اسود بس ما بي فوق فر ابيض فاي مو هذا هذا هذول يعني they're more انه بس انه ستايل مو انه تتفاي عرفتوا بس باعوا. تذكرون صورت على بي تيك توك متذكرين؟ حلو. زين سؤال هسه كم شاكيت يدخل بالفاكيوم باج؟ تعرفون لو ما تعرفون يا لهوي. باعوا البوكسات اللي هناك هاي كلها برودكتس باي ذا واي كلها يعني سكين كير وميك اب وكذا. هاي كلها شاكيتات ولو تشوفون ما اريد اراويكم خزانتي. اكو هاي بس ما حسيت اللبس هوايه لانه الوانها مو كلش مو اوكي يجون هيجي. اوكي هذول الباج وتجي وياهم هاي على مود تشيلون كل الهواء من الباج. ماي جاد شكبراته اتوقع اكو احجام فلا تطلبون اكبر حجم لانه كلش كبير. تعرفون شنو غيرت رايي؟ حنتظر احمد يجي يساعدني بهذول الباجز لانه كل شيء ما دافتهم. تعرفون ايش حنسوي هسه؟ حنطلع برودكت ننطيها لحماتي وبرودكت ننطيها ال ماي سيستر ان لو ليان يعني نسوي لهم هيجي اكيوت جيفت باج. فتعالوا نحاول نختار سكين كير برودكتس وكذا وحركات ناخذها هديه. طبعا هذا الفيديو نقله سفره هدايا نو. اوكي عندي بهذا البوكس منتجات زين فحنطلع منها وحنختار ايش ننطيهم. اوكي بهذا البوكس عندنا ما اتوقع يفيدها هذا مثل الماسك. هذا شنو؟ هذا لا. اوكي هذا ممكن يفيدها ماسك. تتوقعون تستخدم ماسك؟ ما اظن تستخدم ماسكات. بس اكو هذا سيرم من كيلز ممكن يفيدها. وش رايكم؟ وش رايكم؟ ساعدوني ليش ما تساعدوني؟ ها اكو اي كريم من بايوسانس براند حلوه
اي كريم ممكن تستخدم اي كريم مو اوكي باعوا جبت هاي وحنحط كل المنتجات بيها وبس كذا على مو تعرفون شنو انطيها لاحمد واحمد يقول لي وش رايه او ناخذ رايهم قبل ما ناخذها حتقولوا لي اليان جنطتك بتوسع لا هذول حيروحون بجنطه احمد انا اوريدي محتاجه 4 جنط فالمهز خلينا نبدي زين اذا يعني زادت بعد اكو اشياء اريد اضيفها حضيفها بس فور ناو حنحط ذولا وش رايكم اسمعوا يعني صدق ما دا اعرف منين ابدي ومين اخلص يعني اكيد حبدي بهاي الغرفه لانه هاي الغرفه منتجات هدوم فاشياء ما احتاجها المطبخ والهول نحتاجه خزانتي اللخه اذا تريدون بالسلسله الثانيه اراويكم خزانتي اللخه قولوا لي وانه شلون حاخذ كل هدومي لانه عندي هوايه هدوم اي جايز قررت اخذ استراحه لانه ما اعرف منين ابدي ومنين اخلص وشنو اضم وشنو اطلع فحاخذ استراحه وحاكل فتعالوا ناكل اي ثينك حاكل ماك اند تشيز هذا مثل المعكرونه هيك ماك اند تشيز يعني فباعوا يجي هيجي وراها لازم تسوون كذا وتحطوه بالمايكرويف 5 دقائق اوكي جايز جبت الجنطه ححاول احط كم جاكيت بالباجز هذول ونشوف انه فهمتوا يلا اوكي رجعت من المحل العربي ححاول بس اشوف شلون هذول الباجز يعني ما ادري جايز احس انه اريد اخذ كل اغراضي الشتويه للاردن وما حيضبط هذا الشيء واني اعرف ما حيضبط بس اريد كل هدومي شو اسوي بس ححاول اشوف شلون تنحط الجاكيتات بالتشيس تعالوا نجرب حيل كلش كبير اوفر كبير يعني اوكي اول واحد نحط الثاني اريد كل شيء اريد كل هدومي هذا يرهم للطلعات يعني الطلعات المرتبة فلازم ناخذه فححاول احطه ويا هاي وراها خلينا نجرب نسوي الفاكيوم مثلا هذا ما ادري انا حسويها وهسه اذا يعني قررنا لا ما ناخذهم هسه حنجرب نستخدم هذا اللي يشيل الهواء اوكي مستعدين خليني اراويكم wait charlie واو اي والله ضبطت مو ضبطت هسه لما نحطها بالجنطة ما تاخذ هواية ما تنفش تصير هيجي يعني حبيت يوم حراوي احمد حروح حراوي احمد وارجع لكم هل في شي كهرباء؟ لا هلا هو لازم يتسكر منيح اذا ما بيكون يتسكر منيح بس هلا انا بس انه ام تراينج مش خلص ذاتس ذا فاينل لوك وش رايكم can do that سويت شيء